يعني ان الولاة الجور الذين فيهم ظلم وفسق بدعة غير مكفرة يسمع لهم ويطاع في المعروف ولا يطاعون في المنكر ولا يخرج عليهم بسبب فسقهم أو جورهم أو بدعتهم، بل يعانون على الخير ولا يعانون على الشر ولا ينازعون سلطانهم يسعى في استبدالهم، بل من خرج عليهم ينازعهم السلطان والولاية فإن على عامة المسلمين أن يعينوا الأئمة في دحره ودرء فتنته ولو بقتله. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرقكم ويشق عصاكم فاقتلوا كائنا من كان. فهؤلاء الولاة مثل ما أنه يجاهد تحت رايتهم ومعهم ولو كانوا على جور وفسق، كما أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا مع أمراء كانوا أهل فسق ويشربون الخمر في الغزو ولم ينازعوهم السلطان ولم يطالبوا بإقامة الحد عليهم. بل لما قال بعض التابعين الذين ما تفقهوا في الدين قالوا بمطالبة أن يقام الحد على الأمير الغزو، عرضه الصحابة رضي الله عنهم وقال قائلهم كيف تكونون إذا قمتم الحد على أميركم، يعني أن تذهب في هيئة هيبتكم ويسخر منكم عدوكم وتتسببون في الاختلاف والفرقة في الثغور أمام الأعداء، هذا فشل. قالوا إذا رجعتم يعني من الغزو فأبلغوا الإمام العام بما جرى من الأمير حتى يحاسب وحده، يحاسب ولي الأمر العام ما يحاسب الغوغاء والدهماء، فتقام الصلاة وراء الأمراء ولو كانوا أهل الجور وأهل الفسق مثل الجهاد. الصلاة أعظم شأن من الجهاد، ولا ينازعون سلطانهم بما اقترفوه من معصية أو بدعة غير مكفرة أو جور بمنع حق أو أخذ ما ليس له أخذ من الناس، بل يصبر على جورهم ويسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم أو أن يكف شرهم عن الناس ويصبر عليهم حتى يحبسهم الله عز وجل بالموت، يحبسهم عن الناس بالموت. قد عاب أئمة السلف على من نازع السلطان ولايته بسبب الفسق أو الجور وقالوا إنهم اتكلوا على السيوف فوكلهم الله إليه، ولو اتكلوا على الله عز وجل لحبسهم عنهم بالموت. نعم.